الموالح من المواد المستهلكة في الأسواق المحلية ومتوفرة في المحال التجارية الغذائية والدكاكين في الحارات، نظرا لإمكانية شرائها بالكمية التي تناسب المواطن. وهناك تشكيلة مختلفة للموالح من بذور عباد الشمس والفستق بأنواعه والكاجو وبذور الكوسة واليقطين بالإضافة إلى الحمص. شاركونا زيارتنا إلى محمصة في المنطقة الصناعية في اللاذقية. نحن بلشنا بشيء بسيط بهاي المحمصة، بلشنا بمكنة، بعدين شوي 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 حاولنا نطور شغلنا والحمد لله وصلنا لهون وبلشنا من نقطة الصفر. بعدين بلشنا شوي 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 تدريجيا اشتغلنا على جودة البضاعة، نظافة البضاعة، اشتغلنا حطينا اسم للبضاعة، ماركة معينة، الحمد لله صرنا نشتغل عليها وصار الحمد لله العلام تجي لعنا تدريجيا ووصلنا لهون مثل ما شفتوا جوا عنا المكنة. طبعا بلشنا من مكنة واثنين الحمد لله صرنا كذا مكنة، وكان عنا عامل أو اثنين لحد اللي صار عنا 20 عامل والحمد لله رب العالمين. بنخلط مي وملح ضمن مقادير محددة، بعدين بتدخل لمدة ساعة ونص بتضل بتشتغل على الملاحات، بعدين بتنزل بتتنظف بشوالات، بعدين مباشرة على التحميص بتنتقل على التحميص، بعد التحميص بتنزل على المبرد، بعدين بتتبرد هاي البضاعة، بتتعبى أكياس مثل هاي الأكياس وزن 3 كيلو. بعدين بتنزل الاكياس على وزن 3 كيلو، بعدين بتتربط الاكياس بشكل تمام بحيث نفرغم الهواء، بعدين بنجيبها مصطفة هون بالغرفة مثل ما شايفين حضرتكم. ممكن تحكي لي المادة الأساسية اللي أنتم عم تشتغلوا فيها؟ المادة الأساسية عندنا مثل ما قلت لك عندنا هذا النوع يعد مادة أساسية، وعندنا الصنف هون كمان جبس هذا نوع بلدي، وفي عندنا هون مثل ما شايفين بذر كوسة، في عنا الأقدامي صفرة، في عنا فول الصويا، في عنا بالزاوية لوز قشر، هاي كلياتها هاي نحن بنشتغلها. تجلب المادة الزراعية الخام من المزارعين لتبدأ رحلتها في المحمصة. المنتج المحلي اللي أنتوا عم تاخذوه من المزارع مثل شو؟ مثل عندنا الحمص يعد مادة أساسية هي بناخذها من المزارع طبعا بالتعامل مع المزارعين، حتى في عندنا الجبس هذا جبس سوبر كمان هذا من المزارع منه، وفي عندنا مثل ما شايفين هون تعد هذا اللوز كمان مادة أساسية بنجيبها من هون البلدية هي. وبس بشكل عام مثل اللوز اللي بنشره كمان مادة أساسية ضمن الساحل عم نشتغل مع طبعا بالتعامل كله مع المزارعين، نشجع المزارع بحيث يطور شغله مشان نتعامل مع بعض نتواصل مع بعض حفاظا على الاقتصاد. لأنه في ناس كتير بتقلك أنا إذا زرعت بجوز ما أشوف سوق محلي أو بجوز، فأنتوا هون فاتحين سوق للمزارع؟ أكيد طبعا بالتعامل مع المزارع عم نتعامل مع بعض بحيث نساهم باقتصاد البلد، بحيث نحن نفيده للمزارع وكمان نحن عم نستفيد. ومثل ما شفتوا عنا تقريبا 20 عامل طبعا، وكل عامل معيش أسرة والحمد لله تماما عم نشتغل. تبدو المحمصة على بساطة العمل فيها كخلية نحل، يحتاج العمل فيها إلى السرعة والحركة. هاي الآلة هاي شو بتشتغل فيها؟ محمصة عبيد قشر، حمص فيها عبيد قشر، بس عبيد قشر هيدي خاصة بالعبيد هيدي قشر. شو بتعمل فيها؟ شو بتحطوا فيها؟ بس عبيد قشر بدها الحطة، بدها هي نص ساعة الحطة لتطلع. عبيد القشر بده نار هادي كثير كثير هيدي، لأنه قشر القشر بتنحرق إذا ما استوى على نار هادي هيدي العبيد. بدها نص ساعة الحطة لتطلع هيدي. يعني بتحط الملح والعبيد؟ بنحط الملح نفس الشيء، بنحمل الملح شوي مو كثير مثل عبيد القلب. هيدي بدها نار هادي كثير العبيد القشر. بنحط الملح بنحميه شوي بسيطة ومنشلع القشر، بعدين على نار هادية بنطفي النار ومنشعل النار، بدها نص ساعة الحطة لتطلع هيدي الحطة الطبخة.
قديش بتسعى كم كيلو بشكل تقريبي؟ شيء 20 كيلو قشر هيدي، 20 كيلو قشر. ما بيتكسر العبيد جوا؟ لا ما بيتكسر، لا هيدي عبيد قشر ما بيتكسر هيدا. قشرته فيه موجودة فيه، بس بده نار هادية أولا وأخيرا هيدا. قديش كمان كمية الحرارة؟ كمان حرارة هيدي شيء 30-40% هيدي، ما كتير مثل العبيد القلب، عبيد القلب بده نار كتير قوية، بس هيدي لا مشان القشر تحافظ على اللون الطبيعي. نملح فيها الموالح، كل الموالح هيدي. هلا حاطين عبيد قشر بالمحمص، بدا نص على طال عبيد القشر حطها، بنحطها بالملاحه، بنحط لها مي ونشي ما اكثر من هيك، بنملحها لتعلق عليها النشي والملاح مزبوط، بشيلها من بردها على المبردات تتغلف بكياس ثلاثات او اثنينات. النشا شو فائدته؟ نشا فائدته مشان تعلق ملح عليها، بيعطي طعمي حلو كثير يعني. وبلكي كانت كمية الملح أكثر من المقاييس المحددة؟ كله على عيارات هيدي، كله على عيارات بالضبط، مثلا كيلتين ملح للعشرين كيلو بس ما أكثر من هيك. وبنفس مراحل العمل لكل تشكيلة الموالح من تمليح وتحميص ليتم تبريدها ثم تغليفها. بعد ما خلصتوا تغليف البزر والفستق شو وين أخذتيهم هلا؟ بنصطفها ضمن خزن مشان نقلها البضاعة للسيارات. يعني أنت بتعبيهم بالعرباي؟ بحطهم بالعرباية وبعدين بحطهم بالخزان بعدين بنقلهم السيارة. قديش وزن الكيس اللي عم بتحطي؟ 2 كيلو. نعم. هون شو عم بتعبوا هون؟ عم نعبي عبيد قشر. نعبيه بعد ما بيطلع من المحمص وبنملحه بالملاحة. بيكون سخن بنبرده على المبرد وبعدين بنعبي. عاوز 2 كيلو. يعني كل كيس قديش لازم يكون؟ هلا حسب الكميات، هلا هيدا العبيد القشر بنعبيه على 2 كيلو. منشأة بسيطة لكنها ساهمت في تأمين فرص عمل لشبان وشابات قادرين على العمل. قالك زمان عم تشتغلي هون بالمصنع؟ ايه 4 سنين. مبسوطة هون؟ ايه كتير. شو أمنت لك هالمنشأة؟ أمنت لي فرصة عمل إلي ولأهلي. أمنت لي فرصة عمل لإلي ولعائلتي. بتشجع على إقامة هيك منشآت بالبلد؟ ايه طبعاً.